وفي القصرين فتحت قوات الأمن تحقيقا في حادث حرق مقام الولي صالح صالح الغضباني في منطقة أولاد عزيزة، وفيما تولت قوات الحماية المدنية إخماد النيران التي أتت على كل محتويات المقام، عبر متسكنو الجهة عن استيائهم من هذا الحادث. تعرض مقام الولي صلاح الغضباني بأولاد عزيزة من ولاية القصرين إلى الحرق، وأتى الحريق على جميع محتويات الجامع من كتب قرآن ووثائق دينية وأثاث. وأفاد شهود عيان أن شخصا مجهولا دخل الجامع وكان مصحوبا حسب قولهم بقارورة بنزين، وأضرم النار بالمقام تاركا المكان فورا. ثم من قال تمرة هنا دخل واحد عنده صفيه هذا بيدو ودار بالجامع في الداخل وخرج، هي خرج شمت راحت دخلت تلقى النار تاكل فيها وما لقيناش. بقينا ذي قضاء وقدر والحمد لله جد باللطف وكو وشار نجدوه جامع ويرجع احسن من قبل بقضاء الليه. وتكفل عدد من الاهالي المقربين من المقام باخماد النيران الى ان وصلت فرق الحمايه المدنيه والسلطات الامنيه التي فتحت تحقيقا في الغرض دون ان تذكر جهات رسميه حتى الان اسباب الحريق. كل جعلنا ميت ندفنوه ونرتاحوا، لكن يجي واحد للمقام هذا نتاع ولي صالح عنده يجي 200 سنه ويجي يشعلوا ما نعرفش على الافاده منه اللي باش يستفيد ولا باش كذا ولا وين يحب يوصل ما نعرفش عليه كيفاش. ويعد مقام الولي صالح الغضباني ثاني مقام يتعرض للحرق بعد حرق مقام سيدي بوغانم منذ أشهر بمعتمدية فوسانة.